واحده كل ما ابص يمين ولا شمال ارجعها بتبص لي. يبقى السناره غمزت يا واد عمي. غمزت كيف يعني؟ افهم. هي اللي لابسه احمر هناك دي؟ ايوه هي دي. كانها مصراويه. زينا دول. نيجي نيجي يعني؟ يلا بينا نجوم. نجوم فين يا عم؟ نجوم فين؟ خلينا ننبسط شويه. ما كفايه الهباب اللي انت بتشرب يا شفيق. ليك فايده. هي مشروب مفيد قوي. مفيد كيف بس يا واد عمي؟ انت كل ما بتشرب زياده بتتعب زياده. بالعكس بس. دي اكتر مشروب في الدنيا بيريح. على الاقل بيخلينا ننسى. ما تاخد كاس معاك. يا واد عمي تنسي. انا مش عايز انسى. انا عايز افتكر. ما هو انت مش فاهم حاجه. لما هنشربه هنتخربطوا على بعضينا. انا هنسى اللي فات وانت هتفتكر اللي نسيه. خد لك كاس واحد بس. لا يا واد عمي. واحد بس. يا واد عمي انا اللي بقول لك ما تشربش، عايزني انا اشرب يا شفيق. امسك يا مصطفى. لا يا شفيق. اشرب بس دوق وهيعجبك جو. يلا. هوب. هوب. ايه العباب دي؟ هي اول كاس بس. بعد كده هتتعود عليه. اشرب. لا 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 مش قادر مش قادر. براحتك. تسيبك شويه وبعدين ادي لك كاس تاني. شاورتله وخرجت، ما خرجش ورايا. لا هو بص في عينيا وفهم انا عايزه ايه كويس قوي. حاضر هحاول تاني. انا فاهمه اللي انت قلته لي وحافظاه بالحرف الواحد. لا 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 ما تصبريش ما تصبريش يا شفيق، ده انا مش طايق ريحته وراسي عماله تلف يا راجل. لو شربت كاس تاني دماغي هتحط لك. لا وانت كمان كفايه كده، خلينا نعرف ونروح. طب واد العرباوي ما يطولش ابدا عشان الدنيا كلها بتحكم. عارف ليه؟ عشان المصلحة الكبيرة هي اللي بتحكمنا. المصلحة اللي تخلينا ندوس على أقرب الناس. مش فاهم حديثك يا شيخ. ولا أنا فاهم. عايز ايه الوكلة يا صديق؟ حكايتي ايه؟ تتحدث مع نفسك يا مصطفى؟ لا يا شفيق ده واحدة كل ما ابص يمين ولا شمال ألقاها بتبص لي. يبقى السنارة غمزت يا واد عمي. غمزت كيف يعني؟ أفهم. هي اللي لابسة أحمر هناك دي؟ أيوه هي دي. كانها مصراوية. زينا دول. نيجي نيجي يعني؟ يلا بينا نجوم. نجوم فين يا عم؟ نجوم فين؟ خلينا ننبسط شويه. اضحك لي. كان هاد عبرامك ده انت سرك باتع يا واد عمي. اسمع ارفع لها كاسك. ارفع لها كاسك بس يا عم. انت بترفع كاس العالم
دي جايه نقول لها ايه؟ نقول لها اي حاجه، خلينا ننبسط ونفرفش شويه. طب انطق نقول لها ايه؟ قول لها اي حاجه. اي حاجه يعني ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ممكن اقعد معاكم؟ اصل انا اول مره اجي لقطه، ما عنديش صحاب هنا خالص. يا سلام تشرفي، تشرفي اتفضلي. تشربي؟ كاس واحد ماليش تقل عليه. ايه بقى؟ من ساعة ما دخلت وانت عمال تبص لي. لا بس لقيكي فاهمة غلط. غلط؟ لا، ده انا فاهمك صح قوي. ممكن تولع لي؟ معيش ولاعة ولا سيجارة. وعايز اقول لك يعني ان منظر السيجارة في خشمك يعني ايه؟ ما تخليك صريح وتقول على طول. يعني سيد الوالد وست الوالدة يعرف انك بتشرب سجاير؟ على فكرة انت بتقلد صعيدة حلوة قوي، مع ان شكلك مش صعيدي خالص. لا صعيدي بس معدل، مش سامع الدبش اللي بيحدفه من خشمه. يا سيدي يقول اللي يقوله، المهم انه لطيف. الطف بينا يا رب. ايه اللي عكنه له وقلب مزاجه وخلاه يطلع وياخد مصطفى معاه؟ مفيش حاجه، مخنوق هبابي، ما انت عارف شفيك شباب وما واخدش على حبسي. يقوم يطلع من غير ما يقول لي؟ ما انا بلغت جنابك ودلوك انا اطمنت من ابو النجا، قال انه قاعد في الباخره بيشرب. يشرب ويسرمح زي العاده. اعمل له ايه عشان يقدر اللي انا فيه؟ اعمل له ايه؟ ايه؟ بكره الايام تعلمه زي ما علمتنا يا كبير. استناه لحد ميتة. مش كفايه عملته اللي مخليها راس مقلوبه من ساعه ما عرفتها؟ انا متاكد ان جنابك هيعمل الصالح. مكتوب علي اشيل همومكم كلكم. عيلة بحالها راكبين فوق اكتافي. على ابويا كلهم عايشين بحسك يا كبير. طب اطلع استقبلهم. في 20 راجل من ولادي عمامك هيوصلوا دلوك. هنقعدوا معاهم عشان الانتخابات، ها؟ قول للرجالة يجهزوا الواجب بتاعهم، وأول ما يوصلوا دخلهم طوالي. أوامرك يا عمي. يلا. أنت ما تعرفش الحب من أول نظرة؟ لا ما أعرفوش. يا بنت الناس أنت عمالة تقولي كلمة مشرب وكلمة مغرب وأنا ما فهمش منك حاجة. سيبينا الله يرضى عليك. أنت زهقت مني بسرعة كده؟ لا مش القصد، بس أنت خدت واجبك تالت ومتلت. إن شاء الله مرة تانية نتقابل ونتحدث مع بعض زينة. إمتى؟ ها؟ إن شاء الله لما تتحسن الظروف. إيه؟ ده أنا شايفيك. استنى بس، هو شكله عايز يكمل شرب. تعال أنت وصلني لحد بره. أصلك كيف يعني؟ وأنت ماشية في القصب عايزان أصلك. يلا يا عادش فيك جاي يا راجل، مخك ممار. إذا ما قلتش أقوم لحالي. خلاص خلاص متعصبش علي. يلا. عموما أنا أكتر حاجة بحبها في حياتي الراجل الحنش، وأكيد أكيد هنتقابل تاني. أنا عن نفسي ما بيأس إن شاء الله.